مرحبا، انا اوجن دبالي من اعزب دوت كوم، وبهذا الفيديو راح نتعلم اغنيه لطهور. هلا من اسمها، هي موسيقى كانت تنعزف في مراسم لطهور اللي كانت تنعمل للطفل الصغير. هاي الاغنيه على مقام البيات، وبهذا الفيديو اخذناها احنا من درجه الري. بالاول نستعرض المقام اللي هو كالتالي. نعزف بيات ري، فبنركز زي ما هو مكتوب عندنا بالكي سيجنتشر في انه في عندنا مينوس بيمول وفي عندنا سي بيمول. فبنرجع نعيد المقام بصوره ابطا. تمام. هلا ناخذ بدايه اللي هي المقدمه الموسيقيه، وبنفس الوقت هي المقطع الأول من الأغنية اللي هو بيقول نرجع نعيده كمان مرة. المقطع الثاني نعيد هذا المقطع كمان مرة أبطأ. المقطع الأول كلياته راح يكون كالتالي. هلا المقطع اللي بعده، هلا راح يصير فينا تحويلة بسيطة، راح نحول من مقام البيات لمقام الصبا. فسريعا راح نستعرض ايش هو مقام الصبا، اللي هو احنا في عندنا راح يكون السول بيمول بالاضافه للكي سيجنتشر تبعت مقام البيات اللي في عندنا احنا المينوس بيمول والسي بيمول. هلا تحويلتنا على المقام راح تكون كالتالي. نرجع نعيد هاي الجملة. نعيدها آخر مرة بصورة أبطأ. هي بتقول سول سول فا فا مي سول سول فا فا مي سول فا مي سول فا مي مي. تمام بنكمل. Thank you.
دو ري دو مي سول سول فا فا مي سول سول فا فا مي 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 ري فا مي ري ري. فهذا المقطع اللي صار فيه تحويل على الصباغة كلها بصير كالتالي. هلا في البداية راح يكون في عندنا اللي هي جملة موسيقية ما في عليها أغنية، ولكن هي بتكون هاي قفلة الأغنية، واللي هي راح تكون راح أعزفها بشكل كامل وراح أجزئها، راح تكون كالتالي. على جزئين اللي هم كالتالي، أول جزء راح يكون ناخذها بصورة أبطأ، اللي هو بقول ريمي ريمي فا مي ري ريمي ريمي سول فا. هلا الجزء الثاني والأخير فا سول فا سول لا سول فا مي سول فا مي ري فا مي ري. فبتصير كل الجملة كالتالي. نعزف الأغنية كلياتها من بدايتها لآخرها بهذا الشكل. وهيك بنكون تعلمنا أغنية الطهور اللي هي على مقام البيات، وأخذناها من درجة الري وصار فيها تحويلة بسيطة على مقام الصبا اللي برضو كان على درجة الري.